النهارده في وزاره الداخليه اللي هو مجدي عبد الغفار وافق على منح المخرج سعيد حامد الاقامه في البلاد لغير السياحه باعتباره سوداني الجنسيه، وعفاه من شروط الاقامه والتسجيل نظرا لمواقفه الوطنيه ومساندته لمصر. الاستاذ سعيد معاه تليفون ان شاء الله هيرجع لنا ونكلمه، لانه دي كانت قصه مشهوره جدا ومهمه جدا على مدار الفتره اللي فاتت، وده قرار انساني مهم جدا بيدل ان في وعي باللي بيقدمه الناس اللي تستحق المسانده زي ما حصل مع استاذنا الكبير الله يرحمه الاستاذ محمد خان. تعالوا بقى نروح لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل ضيفنا المخرج الكبير الاستاذ مجدي احمد علي في حوار ممتد عن الفن والسينما والثقافه.